لو جالس في مطعم وحاب تقرأ وتقدر تتصفح بسهولة زي كذا، وبكذا قلبنا الصفحة بسهولة، وهذه الطريقة تصفح الكتب الرقمية. أول شيء حاب أتكلم عن فوائد الكتب الرقمية. سهولة حمل الكتب الإلكترونية، يعني تقدر تشيل في جوالك أو جهازك القارئ الإلكتروني إلى 1000 كتاب. 2، سهولة البحث بداخل الكتاب عن كلمات معينة. تقدر تتحكم بحجم النص، تصغره وتكبره، وتقدر تحط هايلايت على الجمل اللي أعجبتك أو المعلومات المهمة بهذا الكتاب. غير كذا أنه بيكون في جيبك طوال الوقت. والمهم بالكتب الإلكترونية أنك لما تشتريه تكون تملكه مدى الحياة، ويكون معاك بجهازك، ويكون صديق للبيئة وغير قابل للتلف. أما للمؤلفين ودور النشر، فهيئة الأدب والنشر والترجمة أطلقوا مبادرة رقمنة الكتب، وهذه المبادرة تابعة لبرنامج النشر الرقمي. وطبعاً الهيئة تسعى من هذه المبادرة أنها تشجع المؤلفين ودور النشر أنهم يتبنون الكتب الرقمية أكثر. بحط لكم رابط وفرته هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة، وبإمكانكم تحويل إلى 50 كتاب عن طريق هذا الرابط بعد التسجيل. وأنتوا أعطوني رأيكم، هل جربتم الكتب الرقمية وكيف كانت تجربتكم؟